طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنور فتح الرحمن أحمد دفع الله. حاليا أنا في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، والموضوع هو مواصل لموضوع حزب التعليم السوداني. اتلمسنا كثير من الحاجات المفروض نهتم بها في موضوع الحزب. نحن دارين المدرسة تكون شكلها كيف، الأساتذة يكون شكلهم كيف، الطلاب شكلهم كيف، المناهج شكلها كيف، وإلى آخره، والاستفادة من التقنيات الحديثة وإلى آخره. فبنتلمس المشاكل واحدة واحدة، وبنحاول نوسع من قاعدة المشاركة بتاعت كل الناس الممكنين، من أكاديميين، من ناس مهتمين بالتعليم، من ناس مهتمين بنهضة البلد ككل، من ناس مهتمين بالسياسة وإلى آخره. فأسأل حاليا مع دكتور خالد أحمد إبراهيم أبو سن، هو عميد شؤون المكتبات في جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، فهيدينا كلمة عن المكتبات وأهميتها في موضوع التعليم بصورة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، وحي أخونا أنور على هذه الأفكار الرائعة دائما. وحقيقة الموضوع حساس، نحن يعني عدم وجود مكتبة من المدارس واحدة من أسباب تخلف السودان. المكتبة بتغرس في طالب منه صغير إنه يقرأ ويطلع، وإحنا حاسس أزمتنا الكبيرة إنه يعني ما مطلعين. هسه يزول بيمسك العلوم دي سطحية جدا، بيمسك قشور المعرفة، لكن المعرفة الأصول ما موجودة. عشان كده بعتبر إنه دي واحدة من الأساسيات، إنه من الطفل من المدرسة يكون عنده مكتبة متكاملة فيها مختلف صنوف المعرفة، عشان إنه يقدر يعني يتطور يصبح شخص يقدر يقدم معرفة. نحن معاكم قلبا وقالبا، ونشد من عودكم إن شاء الله. مرحبا بكم. شكرا جزيلا.